بسم الاب والابن والروح القدس الآن واحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان اسبوع الالام ومرضات الجمعه العظيمه. هناخد النهارده لحن كبير شويه، هو لحن تي شوري الصغير. اللحن ده بيتقال في صلاه الساعه 9 من يوم الجمعه العظيم، بعد ما بنقرا النبوات قبطيا وعربيا، تتقال توكتا تيجوم. وبعد كده الكاهن بيرفع البخور أمام أيقونة الصلبوت، وبعد كده الشمامسة ترتل لحن تيشوري اللي هناخده النهارده. وتيشوري ليه لحنين، لحن كبير ولحن صغير. اللحن الكبير بيطلق عليه اللحن الإبلي، واللحن الصغير اللي احنا هناخده النهارده بيطلق عليه اللحن البحري. اللحن كله في كلمة تيشوري، وبعد كده بيتكمل بنفس طريقة تيشوري السنوي. خلينا ندخل فيه بسرعة، هو سهل مش فيه حاجة قوي. يعني بيبدأ الأول بكلمة قليلو يا دوكساسي أوسي أوس إيمون. قليلو يا دوكساسي أوس أوس إيمون أو 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 تاني المقدمة دي. الليلو يا زقصاصي أوس أوس إيمو إيمو أو أو آخر مرة. الليلو يا زقصاصي أوس أوس إيمو أو أو البداية تي شو المقدمة دي، نقولها تاني تي تي كم مرة تي وهزة اي شو وو شو وو تي مرة تي اي اي شوف تي اي اي هزة اي شو وو شو وو الأول. الليل يا ذقصاصي أوس أوس إيمو أو 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 تي بعدين عالي بقى أو 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 شوف أربعة تي بعدين او 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 شوف او 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 تي التالتة دي تي اي 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 شو واو او او واو او
قفلتها يعني. او 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 شوف او 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 على بعضها وبعدين دول واصلة عشان أعيد تاني نفس الجملة دي اللي هي الأربع هزات بالشوية دول، في منهم ما بينهم واصلة وبعدها تاني. تاني مع الوصلة تاني بعدين شوف تاني بعدين العالي تاني اللي هم الأربعة دول يعني السطرين الأولانيين دول فيهم دول كده الأربعة بالشوية اللي بعدهم بيتكرروا تاني وما بينهم واصلة هنا. اسمعها مني كده بنعيد قول معايا بقى من اول قليله يا قليله يا قصاصي اوس اوس وبعدين ثلاث هزات كده بيتكرروا. بص وتاني وكأنهم ربط ما بين السطرين دول على بعضهم وما بين اللي جاي ده. نقولهم تاني يتعادوا كم مرة تاني على بعضهم وبعدين السطر ده بيتقال مرتين. بيتقال ازاي بقى؟ هقولها كده من اللي قبلها وبعدين السطر ده بيبدأ ازاي بقى؟
ويتعاد تاني. طب خلينا نجزأه، نجيب من هنا كده بعدين بقى البداية دي مهمة، فوق كده بنزل نزلت تحت خالص، بعدين اعيد تاني نجيب من الأول، راجع معايا. يبقى كده فهمنا اللحن. أولا الجزء الأولاني ده مقدمة، وبعد كده الأربعة دول بالشوية اللي بعدهم بيتكرروا تاني، أربعة هم بالشوية اللي بعدهم تاني، اللي هنسميهم ألف يعني، يتكرروا هنا تاني. ما بين ألف ده اللي بيتكرر في هنا وصلة بترمز ما بين التكرار ده، وبعد كده هزتين بيتكرر، 3 هزات بيتكرروا مرتين، دول وكأنهم ربط ما بين السطرين اللي فوق وما بين الجملة اللي بعدهم. الجملة دي بتتكرر مرتين لغاية هنا، مفهوم؟ خلينا نراجع بقى وبص معايا. الليل يزق صاصي أوثاؤس شوف دي بقى بتجهزني لطلعة. شوف تاني يبقى نجيب من هنا باللي بيتكرر. لا نجيب من بتكرر تاني طبعا. بص دي شوف تاني تاني معي العالي تاني شوف بعدين اللي حافظ منكم أجوس الحزيني يلاقي الحتة دي زي أجوس الحزيني
وبعدين بقى ناخد من الحته الاخيره نفس أرجوس الحزين نقولها ازاي؟ نجيب من هنا ولا من الأول؟ تي شوف دي بقى من هنا اللي هي شبه الجزء الحزيني دي نغزة كده اتنين بعدين شوف بالظبط زي عجوز الحزيني بالظبط. نقولها تاني. وانا نكتفي لغاية هنا النهارده. يا خلاص فاضل حتة صغيرة خالص. خلينا نكملها. نجيب من هنا التكرار بعدين
جيم اللي قبلها، تاني اوا اوا او اوا كم مرة اوا اوا او اوا 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 او اوا تاني اوا اوا او اوا 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 اخر حتة اوا بتعليني بقى اوا 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 تاني اوا. خلينا نجيب من هنا اوا 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 وقفة بعدين اوا سكتة صغيرة اوا 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 اخر علو فيها دي. في حتة كمان اللي هي بختم بيها اوا اوا او اوا كم مرة اوا اوا او اوا 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 بعدين اوا باخد نفسي بسرعة اوا 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 وبعدين بقى بختم او 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 اوري عين بنطق النوبة بكمل اقول تاني ولا نجيب من الاول؟ نقول كده من الاول. شفت لحن سهل جدا الليل يا دوق صاصي اوس اوس ايمو او 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 او
أتمنى إن إحنا نكون يعني جمعنا اللحن وقت صغير، وإن شاء الله مع إن أنت تسمعه كذا مرة إن شاء الله يثبت ويكون سبب بركة إن أنت حفظت لحن زي لحن تيشوري الحزين. شكرا ليكم، وأشوفكم الحصة الجاية.